السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو عبيدة معكم ببساطتك. الإنسان استغل كل شيء حواليه بشكل مطلق لخدمته، وأفضل شيء استخدمه هو التكنولوجيا والتنبؤات والأفكار والتحديات كلياتها اللي واجهت الإنسان واللي عم تواجهه واللي حتواجهه. التكنولوجيا كلياتها عاملة حساباتها وحاطط ضمن حسبانها، وهي أحد الأسلحة الفتاكة لكل هالأوبئة هاي. حكيت الفيديو سابق على القصة الكاملة لفيروس كورونا وقصته مع الصين وآخر التطورات وأسباب الفيروس، شو هي الفيروسات السابقة اللي جت مشابهة له والمؤامرة وموضوع الناس أو رأي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. فتوفيرا للوقت حاترك رابط للفيديو هذا تحت بالوصف، وبهالفيديو هذا إن شاء الله هنحكي كيف التقنية حاولت أو عم تحاول تخفف وتحد من انتشار الفيروس. بيل جيتس بمؤتمر في عام 2018 حكى عن فيروس كورونا أو عن فيروس حيجي على البشرية، وقال انه حيكون بست اشهر قادر على القضاء على 30 مليون شخص. وبوقتها صار يتهكموا عليه، ونوعا ما قالوا انه نجحت بالبرمجة انت وتنبؤاتك بالبرمجة وكيف قدرت تصمم ويندوز ومايكروسوفت، ولكن بالعلم او بالاوبئة او بالبيولوجيا والقصص هاي كلها انت ما عندك خبرة. حاليا اخطر شيء بهالفيروس هذا هو انتشاره، كل ما كان انتشار الفيروس اكبر كل ما كان الخطر اكبر، كل ما كان عدد المصابين عدد الناس اللي ينصابوا حيكون اكبر. مثل ما بنعرف كلياتنا ضمن الاجهزه الالكترونيه المعانا وضمن الاستخدامات للنت او للشبكه العنكبوتيه العالميه، قدرت الشركات التقنيه كان شركات ناشئه او كان شركات كبيره مشان ما تحكي باسمها وتشتغل باسمها بتخلي فروع صغيره مثل وكلاء لها، ولكن ما بتكشف غطائها وما بتبين عن حالها انه هي صاحب. واحد الشركات مستخدمه الذكاء الصناعي لحتى تعرف انتشار الاوبئة انتشار الامراض بشكل عام، وحتى تقارن الانتشار وتبلغ الحكومات بالبلدان انه الفيروس هاد او هالمرض هاد وصل لعندكم. هالخوارزمية هي اسمها بلو دوت، حكي عن الخوارزمية ببساطة لحتى اي شخص كان تقني او غير تقني وما عنده المام يعرف كيف تعمل هالخوارزمية هي. هالخوارزمية هي عندها القدرة على القراءة بكل اللغات الموجودة على كوكب الارض، يعني اي شخص معه هاتف معه كمبيوتر شو ما كان لغته هالخوارزمية هي قادرة تقرأ المعلومات اللي بقلبه. واختصاص الخوارزمية تشوف الحكي اللي بيتعلق بالأمراض، مثلا شخص مرضان خبر حبيبته خبر أمه خبر زوجته خبر ابنه، مباشرة هالخوارزمية هي بتتابع هالشخص وتتابع الجهاز على موقعه على الجي بي اس وين راح بأي بلد صار بأي مشفى الدواء، طلع من المشفى بتراقب بياناته كلياتها بالمشفى، بتفوت على الخوادم تبع المشفى. هذا الحكي يعني حكي مفزع ولكن واقعي، يعني هذا الحكي واقعي حاليا وموجود. فبتراقب هذا الشخص وبتراقب ملايين ومليارات الاشخاص كلياتها وبتتبعها، تاخذ من مليارات هالاشخاص الاشخاص المصابين بهالفيروس او المرض اللي هي عم تعمل دراسة عنه، بتجمع كل المعلومات وكل البيانات عن الاشخاص هدول، تعطي حركة تنقلهم بشكل كامل وين كانوا باي مشفى تعالجوا شو فيو نهائيا ما شفيو، طبعا حتكون تتابع تقارير المشفى اكيد، وين هالشخص هذا تحرك وين راح. طبعا هاي التقارير اللي تدرس كل شخص بشخصه بدون الذكاء الصناعي وبدون كمبيوترات فائقة كمبيوترات عملاقة، هذا الحكي بياكل مع البشر ربما الاف السنين، ولكن فضل هالتقنية هي الذكاء الصناعي فضل هالكمبيوترات العملاقة توصل تقارير نهائية او مثل ما بيقولوا خلاصة لعند اشخاص هن بالنهاية العنصر البشري موجود. هالمهندسين والاطباء الموجودين بالمراكز لهالشركة هاي بيشوفوا بتوصل البيانات والتقارير وهن بيقارنوها وهن بيبلغوا الحكومات. في حكومات متعاونة، ولكن مثل ما بنعرف الصين حكومة مغلقة على نفسها كليا ما بتتعاون نهائيا بأي موضوع، حتى انه اول مرة تفاجأوا انه الصين اعترفت بفيروس كورونا بشكل سريع وما اخذ معها الموضوع في وقت طويل. وبيقول كامران خان وهي الشركة هي المؤسس بلو دوت، هي مقرة بالهند ومدير التنفيذي هو هذا الشخص اسمه كامران خان، هلا بتطلع صورته. قال بنعرف انه الحكومات ما بامكاننا نعتمد عليها نهائيا بتوفير المعلومات والمعطيات بالوقت اللي نحن بدنا اياه، بنعرف كل الحكومات العالم خاصة الصين لهيك بيستخدم المنتديات الصغيرة. هلا هو قال انه بيستخدم المنتديات الصغيرة والمدونات لمتابعة اخر التطورات، طبعا هذا الحكي اعلامي فقط لا غير، هو بيستخدم الكوكيز بيستخدم كل الرسائل او كل الكلمات العشوائية والاحرف اللي بتنكتب على كل الجوالات وبيجمعها كلياتها وبيتنبأ فيها، واثبت نجاحه بشكل باهر جدا جدا. يعني من اول ايام ازمة الفيروس كورونا
تنبأ بشكل صحيح انه الفيروس هذا حيطلع من بانكوك وسيول وحيوصل لطوكيو، وتأكد يعني 100% مثل ما حكى او مثل ما تنبأت هالخوارزمية هاي او هالذكاء الاصطناعي، مثل ما تنبأ صار على الواقع 100%. وفي 10 دول بتتعامل مع خان بشكل مباشر ومعترفة فيه، بتعتبره مصدر ثقة 100%. وهالدول هي الولايات المتحدة وكندا، يعني الولايات المتحدة وقوتها تاخد معلوماته بتعتبره مصدر ثقة. حتى مو بس دول، حتى شركات الطيران، حتى المشافي، حتى كلها عم تتعامل مع هالشخص هذا ومع هالشركة، عم تاخد معلومات منها، عم تعرف الاشخاص اللي اجوا عليها شو اوضاعهم، المطارات الاشخاص اللي اجوا شو اوضاعهم. فنحن حاليا او فعليا بعصر ما عاد في خصوصية نهائيا، صار كل شخص مراقب، كل شخص عم يعرفه كل المعلومات عنه، كل حياته عنه، حتى بيعرفوا عنه ربما اكثر مما هو بيعرف عن حاله. وان شاء الله التقنية هي تستفيد منها كل الحكومات بما فيها الحكومات العربية، وتمنع الاشخاص المصابين او اللي تصابوا وتعافوا، تمنعهم من الوصول للبلاد العربية ان شاء الله، لكل البلاد تحد منها الفيروس هذا، وتكون التقنية خادمة ووفية للمجتمعات، وتكون رغم سلبياتها الكبيرة الى جانب ايجابي ومشرق، انه ولو ان انتهكت الخصوصية ولكن بالنتيجة حمتنا وحمت الافراد كلياتهم من انتشار هالفيروس ومن انه ينحصر بالبقعة اللي موجود فيها. هذا كان كل شيء لهالفيديو اخواني الكرام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو لايك، واذا ما عجبكم ديسلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.